حطم أنا مدرب الوداد سيفين فاندنبروك جماهير الوداد على مدى رغبة الفريق وسعيه الكبير للظفر بدرع البطولة، خاصة بعد سقوط الجيش الملكي وتجدد الأمل. وتحدث سيفين في تصريحات صحفية بعد انتصار على شباب السوالم عن حظوظ الوداد في تحقيق درع البطولة قائلا: سنسافر إلى فاس الخميس صباحا وسنتدرب هناك ونقدم كل ما لدينا من أجل الفوز، وإذا سجلنا هدف سريعا منذ البداية وبقي الجانب الآخر متعادل في طنجة سيكون الضغط كبيرا عليهم، وبالتالي يجب التعويض في آخر دقائق البطولة وحسم اللقب. وتبع: لو كنا قد سجلنا أمام الحسنية لكانت حظوظنا أوفر، ولكن للأسف انتهت المباراة بالتعادل، لكن لازالت لدينا فرصة أخرى وسنحضر جيدا للمقابلة. وسيرحل الوداد لمواجهة المغرب الفاسي يوم الجمعة على أرضية الملعب الكبير بفاس لحساب الجولة 30 من البطولة الوطنية.